بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح الانكماش أو اللي هو الشرنج. أولا، هو إيه الانكماش؟ الانكماش ده هو عبارة عن نقص في حجم الخرسانة، يعني حجم الخرسانة بيقل. طب بيقل ليه؟ بيقل نتيجة فقده للمية. طيب فقده المية، بيفقدها الخرسانة، بتفقد المية إزاي؟ بتفقدها عن طريق البخار، عشان الجو حر وكده فالميه بتتبخر، او ان يبقى في ثقوب في الشده الخشبيه، يعني عيوب في الشده الخشبيه. فاللي بيحصل لما الخرسانه بتفقد الميه اللي فيها نتيجه اي سبب من الاسباب، تبتدي حجم الخرسانه يقل، فيبتدي يحصل اجهادات شد، فيبتدي يحصل كراك. وطبعا حدوث كراك كارثه، لان كراك يعني بعد كده يبتدي يحصل فضى الحديد. يبقى انا الانكماش لازم امنعه، علشان خاطر الانكماش بيوصلني في الاخر ان بيحصل كراك، وكراك يعني صدى للحديد، يعني العمر الافتراضي للمبنى بيقل. وده اشكال الكراك. في فيديو ان شاء الله هنبتدي نتكلم على الكراك بكل تفاصيله، في كل منطقة، في كل ايه عنصر، ايه الكراك اللي بتحصل. طيب، علشان احنا قلنا الانكماش هو نقص في الحجم نتيجة فقد مية، انا بقى عايز اقلل الشرينكج ده. اقلله ازاي؟ اقلله ان انا احافظ على المية. طب احافظ على المية ازاي في الخرسانة؟ ان انا ارش الخرسانة بالمية او بالبخار، ان انا بعد ما اعمل خرسانتي اغطي الخرسانه بالخيش، ان انا ما اصبش في وقت الظهريه، بيبقى الوقت فيه حر شويه، تمام، ان انا اعمل خلطه خرسانيه تبقى مظبوطه زي الكتاب ما بيقول، ان انا اظبط نسبه الاسمنت والميه، ان انا اظبط الغطاء الخرساني اللي هو 2.5 للحاجات اللي فوق الارض، ومن 5 لـ 7 للعناصر اللي بتبقى تحت الارض. ده الحاجات اللي بعملها في الخرسانه عشان امنع الانكماش. طيب في حاجات او في حديد انا بضيفه علشان امنع الانكماش، ايه هو؟ عندي اشهر حاجتين، اللي هو الحديد اللي بحطه في السوليد سلاب لما الثيكنس بتاعها بيزيد عن 15 سنتي، ببتدي احط رقه ثانيه المينيمم بتاعها بيبقى 5.5 × 10. في عندي الشرينكج بار او شرينكج ستيل اللي انا بحطه في الكاميرات في حاله زياده السقوط بتاعها عن 60 سنتي او الدبس بتاعها عن 70 سنتي، تمام. وفي الحاله دي بيبقى ايه؟ حديد عرضي، بسميه ايه؟ بسميه براندات. طيب ليه بقى؟ احنا قلنا البلاطه لما بتزيد عن 15 سنتي او الكاميرا بتزيد عن 70 سنتي ببتدي احط شرينكج بار. طيب القواعد بسم الله ما شاء الله بيبقى اصلا السيكنس بتاعها مينيمم 50 سنتي، طب ليه انا ما بحطش حديد انكماش في القواعد؟ قال لك لعدة أسباب. أولا، إن القواعد دي بتفضل موجودة تحت الأرض في ظروف شبه ثابتة من حيث درجات الحرارة، فدرجة الحرارة ثابتة فما بيحصلش فيها فقد في المية، هي ثابتة، تمام، مع إن أنا أصلا بعمل عزل، مع الغطاء اللي هو بيبقى 5 لـ 7، ده بيخلي القاعدة محتفظة بخواصها شوية، تمام. إن النسب بتاع مقاسات القواعد دي قال لك إن هي بتقاوم تأثير إجهادات إن ناتجة نتيجة الانكماش الحراري عكس البلاطات، وقال لك إن الكمية الكتلية الموجودة في الخرسانة دي برضو نفس الكلام بتمنع حدوث الكراك. كمان ان التربه بتبقى مضغوطه من كل الاتجاهات، فبتعتبر كانها قطعه واحده. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان الانكماش ده هي خاصيه من خواص الخرسانه اللي بتتسلط في الهواء،
هو انا قلت في الاول ان الشرينكج هو عباره عن ايه؟ فقد في الميه نتيجه ايه؟ نتيجه تغير في درجه الحراره. هو اصلا كده كده تحت الارض درجه الحراره ثابته، ولا هتزيد ولا هتقل، هتفضل ثابته. وشكرا.